كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ عيدتم مزيان؟ اليوم جيتكم فيديو جديد اللي هو سهل، مكونات جد بسيطه كما كتشوفوا معايا. هنايا درت 3 ديال الزلاف ديال الطحين بهاد العباطيه، هاد الزلافه هادي، وغادي نديروا المكونات. نبداو بسم الله، نديروا شويه ديال الملحه غير شويه. هانتوما كنديروا شاصيه ديال الخميره، خميره حمراء، وشاصيه تاع الفاني، كنخلطهم بعضياتهم كنديروهم. كنديروا هانتوما كاس ديال الزيت، ما عامرش بزاف باش ما تجيناش الكروسه ديالنا من تما، وكنضيفوا بيضه وكنديروا هكا شويه ديال الحليب ديال سنيده، غنضيفوا عليها اكون شويه ديال الحليب باش تذوب لينا السنيده، ونضيفوا عليها معلقه ديال الخميره كبيره ما عامراش باش تذوب لينا. هانتوما كما كتشوفوا غادي نخلطوا الخميره مع الحليب وسنيده والبيضه ديالنا، ومن بعد نبقاو نضيفوا الحليب شويه بشويه. نخلطوها ما نعلقوهاش بزاف باش ما تقطعش لينا ملي يكونوا كنجمعوها. هانتوما كما كتشوفوا معايا البنات، جمعوا العجينه مزيان ما تبقاش فيها الطحين. كنستعمل هنا نص لتر ديال الحليب، ماشي بزاف. وكاع اللي ما قدكمش حليب زيدوا شويه دمع، ماشي مشكل. هانتوما غير كتجمع العجينه ديالنا، ما كتبقاش يعني قاصحه، غير كتجمع انا ما فيهاش مكونات بزاف وبسيطه، اي واحد يمكن يوجدها في الدار، مبتدئات بنات. هانتوما غنخليوها في هاد يعني غير تما نص لتر ديال الحليب نيشان، كنخليوها ترتاح شويه ونرجعو نجمعوها. هانتوما البنات العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت واحد 5 دقائق ما كنعلكوها ما والو، هانتوما كي ولات طلقات بحال تقول دكتوها. غنخليت شويه ديال الحليب كندهن به يدي بحال هكا، كنرجع نجمعها بحال هكا باش ما كيبقاش فيها الطحين وتولي هكا مطلقه. كتخليوها ترتاح الساعة هكاك، المهم كي تلقاوها خمرات صافي نبداو فيها التقراص. هانتوما نخليها انا ترتاح، نغطيها ترتاح شويه ونرجع نكمل معكم التقراص. هانتوما البنات كما تشوفوا العجينه ديالنا خمرات وضعف الحجم ديالها، كنخوفها من الهواء من الداخل هكا كما كتشوفوا. هانتوما ها مدلكناها ما والو، دابا غادي نقطعوها كويرات صغارين. هانتوما تشوفوا نديرو شويه ديال الزيت ونقطعوها كويرات، هما كيكونوا بهذا الحجم هذا، وكل واحد وكيبغى يديرهم، كاين اللي كبر كاين اللي صغر، انا كنديرهم متوسطين. ونكملوا القطعه ديال العجينه ديالنا، تنقطعوها كلها ونخليوها ترتاح واحد شويه، واحد 10 دقائق هكاك باش ما تقطعش لينا في التقراص. هانتوما غادي نستمر بهذا التقطاع هكا تنسالي العجينه ونكمل معكم الفيديو. هانتوما البنات من بعد ما قطعنا العجينه ديالنا ارتاحت حتى 10 دقائق، طيناها بالسلفه باش ما يلبسش الوجه ديالنا، وغادي نبداو في التقراص. هانتوما قطعت هنا الشوكولاط عادي، قطعته مصوات طوال باش يجينا في التقراص ما تقلناش العجينه. هانتوما غادي نبدا معكم، تبعوا معايا. هانتوما نضربو على الجواني، منضربوش على الوسط باش ما يتسقفش العجينة. نديرو شوية الزيت، مديروش بزاف باش ما تجيش ميدمة. هانتوما بعد ما كنسرحوها مزيان كنديرو هانتوما الشكلاط في الوسط،
أتمنى أن تكون الفيديو واضح معكم هانتوما. كنلويو هكا العجينة وكنبدو يدينا اللور باش تعطينا الشكل ديال لي كرواسون. هانتوما كنبدو يدينا اللور ما كنزيروش على العجينة بزاف هانتوما باش تعطينا هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. هانتوما انا نعاود معكم واحده اخرى. هانتوما العجينه كتبان لكم مرخوفه ما كندلكوهاش كما وريتكم في الفيديو. ما نضربوش على الوسط كنضغط على الجوانب مزيان كندير الشكلاط وكنقلبو جهه وجهه. هانتوما كنبقاو نلويو على الشكلاط ونرجعو يدينا اللور ونضغطو على هاد الجوانب مزيان وما نديروش زيت في الاخر باش ما تجيناش مدمه. هانتوما البنات كتجي على شكل كرواسون. نزيد معكم واحده اخرى باش تفهمو مزيان. هانتوما دغيا كتقرص دغيا كتوجد. العجينة فاش كتكون مرخوفة دغيا كتعطي الطول تقراص. هانتوما تبعو معايا مزيان. نتمنى انكم تجربوا الوصفة. هانتوما ها هي الكرواسون ديالنا من بعد كنقرصو كتجي على هاد الشكل كتجي زوينة كتجي هشيشة. نكمل انايا التقراص ونكملو معكم الفيديو حتى لاخر ان شاء الله. هانتوما كرواسون بعد ما ساليتها غادي ندهنها قبل ما تخمر. درت هنايا بيضة صفي صفر بيضة ودرت شوية ديال نسكافي قهوة سريعة الذوبان ودرت شوية الخل باش تبقى لنا كرواسون ديالنا طرية ما تنشفش ودرت شوية ديال الحليب. غادي ندهنوها قبل ما تخمر باش ما تكون خامرة كترجع فيها الخميرة. كندهنو الجوانب مزيان هانتوما البنات تبعو معايا. الكرواسون هادي كتكون ناجحة يعني ما تخافوش منها إلا جربتوها ودغيا كتوجد. دابا مع الحال السخون دغيا كتوجد ماشي بحال الحال البارد كتاخد شوية ديال الوقت في الخمير. أنا غادي نستمر بحال هكا في الدهن ديالها حتى نساليها كلها ونوريكم الشكل ديالها منين كتخمر. هي كرواسون بعد ما خمرت خليناها نص ساعه تخمر وغادي ندخلوها للفران طيب وكتلقاو الجوانب تحمروا نهبطوها لتحت وغادي تشوفوا معايا الشكل النهائي. هي الكرواسون ديالي من بعد ما خرجتها من الفران تحمرات على الجوانب كما كتشوفوا معايا وزينتها بشويه ديال الكوفيتير والكوك. يعني التزيين على حسب الذوق ديالكم نتوما اللي بغيتوه نتوما اللي متوفر عندكم في المنزل. المهم هانتوما كتشوفوا معايا كتجي زوينه دغيا كتوجد وكتجي هشيشه هانتوما ها كتجي غزاله من الداخل وكنديروا فيها الشوكولاته وكتجي يعني العشيات بحال هكا ولا الضياف ولا كتجي زوينه. نتمنى انكم تجربوا الوصفه والبنات اللي ما فهموش شي حاجه غادي نخلي لهم المقادير في صندوق الوصف. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.